لغة الإشارة هي وسيلة التخاطب والتواصل التي تستخدمها عائشة جباري، المرأة التي امتلكت من اسمها نصيب، فعاشت لتحقيق أحلامها بروح جبارة وإصرار منقطع النظير، لتصنع من نفسها رقما صعبا وملهما مجتمعيا. بعمر 3 سنوات أصبت بحمى شوكية، فقدت السمع على إثرها. التحقت بمدرسة بالقرية مع الناس العاديين، واجهت تنمر وصعوبة في الدراسة بكوني لا أسمع المعلمة ولا أفهم الطلاب ولا شيء. معاناة وواقع جديد لم تستسلم له عائشة، بل قررت تجاوز حالها والالتحاق بمدرسة خاصة للصم والبكم في مدينة تعز، وهي في عمر 13، لتتمكن بعد مشقة وتعب من إكمال تعليمها، ومن ثم الالتحاق بالتعليم الجامعي قسم برمجيات الحاسوب، لتتخرج من هذا القسم بتقدير امتياز وتحصد الترتيب الأول على دفعتها. بعمر 10 سنة شجعني أبي وأمي للسفر بمفردي إلى مدينة تعز لمواصلة الدراسة في مدارس الصم، وهنا بدأت رحلة تحدي الإعاقة. كان عندي نية قوية للتغلب على هذه الإعاقة. واصلت دراستي في مدارس الصم حتى أنهيت الثانوية العامة، والتحقت بالجامعة قسم حاسوب. وبعد تخرجها من الجامعة انخرطت جباري في الأعمال والفعاليات المجتمعية، حيث شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية حاصدة العديد من الشهادات التقديرية، حضور مكنها لأن تكون أول مدربة في اليمن من فئة الصم والبكم في مجال الحوكمة والأمن الرقمي. مناصب ومهام عدة شغلتها جباري، أبرزها رئيس مؤسسة وئام شباب للتنمية الخاصة بفئة الصم والبكم، كمؤسسة مهتمة بتمثيل هذه الشريحة وتبني آلامها والتعبير عن احتياجاتها كفئة ضعيفة ومعاناة غائبة ومغيبة. تطمح عائشة لتحقيق مستقبل أفضل للصم من خلال الأنشطة التي تقوم بتنفيذها عبر المؤسسة الخاصة بها، كما تطمح على المستوى الشخصي بدراسة الماجستير في الخارج. نجاح جباري لم يكن مقتصرا في مجالها العملي فقط، بل كانت الزوجة والأم المثالية لطفلين والنموذج الملهم لغيرها، لتوصل رسالة مفادها أن النجاح ليس مقتصرا على فئة محددة من النساء بعينها. تعمل عائشة في الصباح في المؤسسة وتعود إلى المنزل لدراسة اللغة الإنجليزية بعد الظهر عبر تطبيق الزوم، كما تقوم في المساء بتعليم أطفالها. بمقدور أي امرأة أن تشق طريق النجاح والكفاح مهما بدت أمامها العراقيل والمعوقات، وليست جباري سوى نموذج لكثير من النساء الملهمات التي برزن في سنوات الحرب والحصار وانتزعن لأنفسهن مكانا لائقا وجديرا. جبيد الوجيه لبرنامج أضواء سهيل تعز.